هاتوا بردانية. أنا المعلم زكريا حربة من مدرسة النبراس، مهجر من حمص. وضع المدرسة هنا مأساوي جدا، الأطفال يعني في حالة الفقر بالبيت، هنا عم يجوا على المدرسة برد، هنا لا في عندنا مازوت، لا في عندنا شيء نهائيا. الأولاد يعني حتى أثناء الإعطاء عم نلاقي معاناة، الأولاد أحيانا عم نلاقيهم أنه عم يشعلوا ورق بس مشان يدفوا. عندهم بالبيت اللي في فقر شديد، وحتى نحن عن يعني حتى نحن الاساتذه احيانا بالنسبه للمنهج عم نعطي لاكثر من ولد كتاب واحد مشان انه يدرسوا فيه. غير هيك نحن المعلمين نحن صار 3 اشهر ما عوضنا الراتب نهائيا. نحن كمان لنا حق عليهم، يعني هلا انا كمعلم انا في عندي مره في عندي اولاد بدي اطعميهم، ما في عندنا شيء ابدا ابدا. والمنطقه هون هي عباره عن مزارع، ما في فرص عمل هون. اطلع بعد المدرسه الاقي فرصه عمل. انا الاستاذ احمد حجازي مدير مدرسه النبراس كفرناها خال العسل، تابع لمديريه التربيه بحلب مجمع الاتارب. نحن احدى المدارس 12 التي تم توقيف الدعم عنها من قبل منظمه ابناء الحرب. سوينا عقد مع منظمه ابناء الحرب 12 شهر، في الشهر التاسع توقف. ليش توقف؟ لا نعلم. نحن لنا حقوق، نطالب المنظمات الإنسانية بدنا حقوقنا في هذه المدرسة. أقرب مدرسة تبعد عن هذه المدرسة 3 كيلومتر، عدد طلابنا 260 طالب من الصف أول لصف سابع، صغار يعني لا يمكن يتخطى المسافة حتى يروح لمدرسة أخرى. وقفوا الدعم، وقفوا الطلاب، ما في عنا مازوت بالنسبة لتدفئة الطلاب، ما في عنا كتب مدرسية، ما في عنا كتب مدرسية للفصل الثاني. أمر غريب جدا، ليش توقفت؟ لا نعلم. بسبب الظروف؟ نحن ايش العلاقة بالظروف؟ نحن أن في عقد بيننا وبينكم، فلازم نحن قابلنا مديرية التربية، قدمنا لهم كتب لمديرية التربية على أساس إنه منظمة مناهل تكفل فينا، وإلى الآن ما تكفلت فينا، لا نعلم. تواصلوا مع المناهل لكن إلى الآن ما لم نرى نتيجة، فنرجو يعني من مديرية التربية تأمن داعم لنا. أنا عدنان اللوز، اسمي عدنان اللوز من بابا عمر، جينا من حمص، تهجرنا من حمص من بابا عمر، ولقينا هون مدرسة وسجلت فيها مدرسة النبراس، والأساتذة اللي فيها منيحين كتير وعم يعطونا وعم نفهم على عطائهم، والكتب ناقصتنا، ناقصنا كتاب عربي، كتاب التلميذ ودفتر عربي. يا زلمه يا